السلام عليكم. اليوم رانا في الجسر نتاع عين ناجة اللي يوصل منطقة جوليفي وجنوب القبة بمنطقة بير خادم وعين ناجة. والآن رانا فوق الجسر هذاك و نديروا بعض التعليقات. هذا السيد راه يحكي لي، قال لي بلي رفدتو في الطوموبيل، قال لي بلي صرات اكسيدون في الشونتي وواحد خدام طاحت عليه، ربي ان شاء الله يشافيه، داور السبيطار مديرين الحجر تحت مفتوحه شويه كيما هاك. لا لا من تخرج منها يا صاحبي. وهنا رانا راح ندخل في الجسر هذا الجديد، نشوفوا الروح اللي يعني راح نتكلموا عليه. وهذا الجسر يمر فوق طريق السيار نتاع الدار البيضاء بن عكنون. وهنا نشوف طريق السيار من تحت. إذن هذا هو الجسر الجديد، ونروح نشوف التهيئه من جهه اخرى من جهه مليح. يعني في فيديو سابق كنت درت فيديو على الجهة اللي راني جاي منها، الجهة الغربية أو الجهة الجنوبية، والآن نروح للجهة الشمالية ونشوف التهيئة نتاع يعني الأميناجمون تاع الطرق في هذه المنطقة. والعلم هذه بما أن الصور حديثة، فهذه كل هذه الاشغال ما تظهرش في جوجل ايرث، لان الصور في جوجل ايرث دائما تجي 6 شهور من بعد متاخره، ما تجيش يعني في وقتها. اذا هذه الصور ما حاش تشاهدوها اذا كان فتحتوا جوجل ايرث. هنا نشوف الجانب من التهيئه. انا غلطت في الطريق، دوك نعاود نولي من الطريق من جهه منا. وهنا كاين البيلون هذو لي لين دو اتونسيون، يصعب الانسان باش يغير المسار تاعهم، لازم نديرو لهم الحمايه نتاعهم باش ما تدخلش فيهم كالسيارة ولا تدخل فيه تعاود تريبو. اذا فيه حماية نتاع الاساسات نتاع لو بيلون. اذا هذه هي الاشغال تاع التهيئة، مازال ما خلصتش. خليكم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.
صورني انا راني نصور على روحي.